عن المواهب او المواهب الجديده اللي ممكن توصل لانها تبقى نجوم كبيره جدا في الدوري المصري او في عالم الاحتراف. هنشوف مع بعض لقاء تم خلال الايام الماضيه لمندوبي مراكز الشباب للحديث عن دوري مراكز الشباب في مصر والحديث عن كيفيه الوصول الى المواهب في كل قرى ومدن وايضا وهي كل مناطق ونجوع مصر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. الإدارة السليمة، عايزين الإدارة